بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وتوفيقا وإخلاصا في الدين. وبعد، أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، أبتدئ كما هي العادة من الأسئلة التي ترد من الفيسبوك، ثم أنتقل لاتصالاتكم. سؤال يقول: ما هو الدعاء الذي أردده ليعود لي طليقي؟ يعني هلأ في دعاء هو: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، وتدعي الله سبحانه وتعالى وتصلي ركعتين سنة قضاء الحاجة، وبعد ما تنتهي من سنة قضاء الحاجة بتدعي أنه الله يجمعك فيه ويردك له، والله يجمع بينكم على خير إن شاء الله. هل ممكن يحدث تزاوج بين الجن والإنس؟ هلا بالكتب القديمة بيقولوا ممكن، لكن أنا لا أعرف هذا، يعني لا رأيته ولا سمعته عن أحد تزوج بجنية مثلا، لكن في الكتب القديمة مذكور أنه ممكن. أنا تاجر وبيع السلعة بأكثر من سعر، هل علي ذنب؟ هلا السؤال هيك ما له واضح، يعني أنه أنت بتبيع أغلى من سعره، ولا بتبيع كل واحد بسعر؟ يعني أرجو توضيح الأمر حتى أستطيع أن أجيب بشكل صحيح. هل يجوز لي قراءة القرآن من المحمول وأنا على جنابة؟ لا يجوز بالقلب. القراءة من شروطها أن تكون لفظ باللسان، يعني أن يكون هناك صوت مسموع. أما لو قرأت بقلبك القرآن بجوز، يعني دون أن تسمع لفظا من فمك يجوز. ابني مريض وقلت له: لو شفاه الله سوف أذبح ذبيحة لله، هل يجوز الأكل منه؟ لا يجوز للناذر أن يأكل منه. بكون راكب السيارة وبقرأ آية السجدة، فأسجد برأسي في الهواء أو على الكرسي الذي أمامي، هل هذا صح؟ طبعا هذا ليس بصحيح. السجود إما أن تصل إلى المكان الذي تريد الوصول إليه، وهذا على مذهب السادة الحنفية، وبتسجد، لأن السجدة عندهم واجبة. أو على مذهب السادة الشافعية بتقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 3 مرات ويجزئ عن هذه السجدة. فالحل الأفضل أن تصل إلى المكان الذي أنت ذاهب إليه، ولما تتمكن من الصلاة بعد ما تنتهي بتسجد سجدة منفردة للتلاوة، وبتكون هيك يعني فعلت الشيء الأفضل والأحسن. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، نذهب إلى فاصل ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، عدنا لاتصالاتكم. مع اتصال. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخ؟ يا أهلا وسهلا ومرحبا. أنا عندي مشكلة مع جوزي. طيب. أنا أخذت أكبر مني ب 23 سنة. نعم. وزوجتي ثالثة. تفضلي. طيب. ما مقصر من ذنبه أي شيء. نعم. بالبيت، عندي بقرات، عندي طشات، من كل شيء ماني مقصر بشيء. وما بيسميني كذا منيحة، على طول مشاكل مشاكل مشاكل. نعم. شو الحل يا شيخ؟ مشان الله شو الحل؟ خلي صابر مشان ولادي عليه، مو مشان في ثاني. هلا ربنا قال سبحانه وتعالى دائما: ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. يعني شو اللي بيقرب البعيد؟ شو اللي بيهدئ النفوس؟ هو ادفع بالتي هي احسن. يعني حكى معي كلمه مو منيحه، ايه الله يسامحك، شفتي غضبان لا تحاكي، روحي من وشه، اتركيه ليهدى. شفتيه هيك تعبان وحكى كلمة مو منيحة، اي معلش الله يعطيك العافية، الله اي والله انت تعبت، اي والله ما شاء الله حولك، الله يجزيك الخير عنا، كتر خيرك. شوفي هلا هالكلامات شو بيساوي، يعني بينزل هيك فورا الوتيرة العالية بالكلام الشتائم كذا الى المرحلة الوسطى او احيانا السفلى. فالحل هو انه ادفع بالتي هي احسن، ردي بالكلمة الطيبة وطولي بالك. خليت مشكلة ما عملت معه فيها. يعني هذا هو الحل، الصبر
والكلمة الطيبة والله يصلح حاله، بنقول يا رب الله يصلحه ويصلح أخلاقه ويحسن له هالأخلاق ويرجعه هيك لجادة الصواب يا رب. ناخذ اتصال. ألو. ألو، ألو، أهلا وسهلا. يعطيك العافية شيخ. الله يعافيك، يا أهلا وسهلا. شيخ بدي أسأل سؤال، بس شربت ابني وأنا على الخط المقطع اللي تبعنا. طيب تفضلي. ماشي شيخ، بابا حلف بالصلاة، نوصي حكي قدام عمي. يا ريت نوصي التلفزيون، اسمعينا من السماعة. مقطوع سبب عنا. لا اسمع، يعني احكي معي من السماعة ونوصي التلفزيون لأنه بيعمل صدى. مرة بابا حلف بالطلاق، نعم، حكي قدام عمي رح يذبح خروف، ورجع مرة حلف قال قدام الماما رح يذبح خروف ويعزم عليه وياكل منه جبس، وهلا هو نسيان تماما شو حكي. نحن عم نذكره وهو مقتنع انه حلف بالطلاق بس. تمام، هي قصة نسيانة لأنه صار لها من 5 سنين. انه شو الفتوى؟ ما عم نعرف شو. يعني اللي فهمته منك انا ومن سؤالك انه هو حالف بالطلاق ليذبح خروف، ومرة تانية قال ندر علي لاذبح خروف، وهلا هو نسيان، هو نسيان انه بده يذبح خروف، مو هيك؟ انا مو نسيان بده يذبح خروف، نسيان انه شو حلف الطلاق ولا ندر، هو ندر نعم. بس الطلاق. نعم. سأل عمي، عمي قال له بس انت حلفت بالطلاق. تمام، هلا اذا هو عنده شاهد على كلامه انه حلف بالطلاق، هو ما له ندر، فاذا ذبح الخروف بياكل منه. والحلف الثاني مره كمان حلف قدامه ما قال ندر وبده ياكل منه، هيك ندر. اذا قال ندر علي لله انه اذبح خروف اني اكل منه واعزم، بيصير ياكل منه، ما في مشكله. يعني هلا هو لازم يذبح خروف لانه ندر. ايه طبعا لازم يذبح، صار فرض بالنسبة له. و ما عم يتذكر انه اذا نحن ذكرناه عادي. ايه ذكروا، الله يجزيكم الخير وان شاء الله الله هيك بيتقبلوا منا ومنكم يا رب. ناخذ اتصال. الو. الو. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك، يا اهلا وسهلا. شيخنا أنا عندي سؤالين. تفضلي. شيخنا أنا أمي متوفية إلى 40 يوم. الله يرحمها. أخواتي وزعوا بالأغراض تبعتها، أخذت أنا كنزة من كنزاتها. قال ما بيجوز ألبسها إذا لحتى أغسلها، إذا لبستها وهي ما مغسولة قالت بيتعذب الميت. هذا مظبوط الشيء؟ هذا حكي كله لا له أصل لا بالشرع ولا بالدين. حكي ما له قيمة شرعية أبدا أبدا. تلبسيها بدون ما تغسليها، بعد ما تغسلون ما بدك تلبسيها، والميت ما بيتأثر أبدا أبدا بهالكلام. في سؤال غيره؟ كلهم قالوا لي كمان حرام إني روح زورها بالقبر، إذا بدي روح زورها مجرد بس أقرأ لها قرآن وأرجع، لا أحكي لها لا أشكي لها، يعني أنا بحب إني أحكي لها همي، مجرد هيك أحكي معها. قال إذا قعدت حكيت معها قال بتحترق، هي بتتعذب. هلا زيارة أنا ما عاد أعرف شو بدي ساوي. زيارة القبور مسنونة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. هلا هي واحدة. ثنتين، بدك شو الشيء الأنفع للميت؟ يعني أنا إذا رحت هلا وبدي أشكيله، أخواتي عم يعذبوني، كذا صاير معي، طيب شو بتستفيد؟ يعني ما الفائدة من ذلك؟ الشيء اللي بيستفيد منه الميت إنه نقرأ له قرآن، ندعي له. هلا هذا الذي يصل اليه ثوابه. اما والله اشكيله انا عملت اليوم اخواتي ما غدوني، امبارح ما عذبوني، اليوم ما اعطوني مصروف، طيب هذا الحكي ما الفائده منه؟ لا فائده منه، الفائده هي ما يستفيد منها هذا الراحل الى الله، والراحل الى الله يستفيد من الدعاء، يستفيد من قراءه القران، يستفيد من الصدقه التي تكون عن روحه. والنبي قال احرص على ما ينفعك، يعني الشيء اللي بينفع منساوي، هذا اللي بينفع.
هلا اذا شكيتي لهمك مو حرام، بنقول لك حرام وحرام، بس ما في فائدة للميت، يعني الميت ما بيستفيد من هالكلام، يستفيد من الشيء الذي ذكرته. في سؤال غيره؟ ايه في سؤال، جوزي بيصلي بالجامع، كل وقت بوقته. بحب انه لما بيصلي الامام بيقرا الفاتحه، بس يخلص الفاتحه جوزي بيقرا الفاتحه وراه، هالشي حرام ولا حلال؟ هلا هي مذاهب، المذهب الشافعي انه المقتدي بده يقرا الفاتحه ورا الامام. الحنفي ما بيقرا ورا الامام، الحنبلي ومالكي اذا جهريه ما بيقروا، سريه بيقروا. يعني هي مذاهب، فهو شو اذا مذهبه الشافعي بيقرا، وهذا الصواب الذي ينبغي ان يفعله على مذهبه. اذا حنفي ما لازم يقرا ابدا، وهو الصواب الذي ينبغي ان يفعله على مذهبه. فحسب مذهبه، والقضيه سهله وواسعه ان شاء الله. ناخذ اتصال. الو 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 اهلا وسهلا، كيفك استاذي؟ يا ميت اهلا وسهلا ومرحبا استاذي. بدي اسالك سؤال. تفضل. الوالد ابي من 5 6 سنين ندر لاخي، ندر انه اذا الله بيفك هالمصيبه عنه بده يذبح له خروف، وتوفى اخي وابي ما حسن يذبح له، صار غالي كثير، وتعرف الخروف هلا يعني صار حقه غالي كثير، شو بده يساوي ابي بالعمليه استاذ؟ هلا هو عجز عن ذبح الخروف ولا ما عجز؟ لا عجز هلا عنه حاليا، ما حسن يعني صار له هلا عجز انه يجمع له، ما عم يحسن يعني صراحه من المصروف يعني. لوقت بيحسن بيذبح له الخروف، ما قدر عند الشافعية كفارة يمين إطعام 10 مساكين. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، نذهب إلى فاصل ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، عدنا لاتصالاتكم. مع اتصال. ألو 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 أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية. الله يعافيك يا هلا. بدي بس أستفسر منك شغلة بسيطة. أنا ابني مسافر، صاروا 2 سنين خاطب، يعني بيجي إجا خطب وراح. بس ننجوزه، عم نجهز وكتبنا الكتاب بالمحكمة وكل هالأمور. قبل بأسبوع البنت قالت له اني ما بدي اياك. نعم. انتو كاتبين كتاب محكمة؟ ايوه كاتبين كتاب المحكمة، بس ما في دخول. نعم. وهي في كتير جواتها يعني ذهب وغراض وهذا، بدنا نعرف الناحية الشرعية بعد اذنك. هلا هي اللي تركت مو انتو؟ ايوه هي اللي كتبت له تركت اني ما بريدك. بعدين قال هي غيرت رأيها، صار بدها الولد، تبعت لنا ان هي غلطت وهي بدها الولد. ايه هون خلص يعني ما اول مرة. هلا اذا هي تركت بترجع كل شيء. ايه اذا الصبي ما بده وما في دخول بيطلع له نص المهر فقط، والذهب لها لانه في عقد، الذهب لها اذا هو الصبي ما بده. أما إذا البنت ما بدها بترجع كل شيء بما فيهن الذهبات. في سؤال غيره؟ لا شكرا كثير لك، يعطيك العافية. أهلا وسهلا يا مرحبا. ناخذ اتصال. ألو 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 أهلا وسهلا. ألو السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو بتعلي صوتك شوي شيخ. الله يرضى على راسي. على راسي بتأمري. تفضلي. الله يسلمك يا ربي خلينا يا شيخ. أخوي صار معه شغلة، واحد رفيقه اشترى له غرض، قام حلف يمين ما ياخذ حقه، وأخوي كمان يعني حلف يمين، والتاني حلف يمين رفيقه، قام شو سوى أخوي؟ اشترى له غرض أغلى منه، أغلى من الغرض اللي جاب له إياه. بس مشان الحلفان انا بدي. يعني انا ما فهمت السؤال كثير. اخوك حلف انه ما يجيب له غرض، هيك عم تقولي؟ لا اخوي رفيقه جاب له غرض،
تمام. هي بالشارع اشترى له غلط، واخوي ما كان معه مصاري، قام حلف يمين الا ما بده ياخذ المصاري. مين اللي حلف؟ رفيقه حلف انه ما بياخذ المصاري، مو هيك؟ ايوه، واخوي كمان حلف كمان. قال والله ما باخذ المصاري ولا برجع. المهم تجادلوا، قام شو سوى اخوي بعد اسبوع؟ اشترى له غرض اثمن من اغلى من الغرض اللي جاب له اياه. بس بدي اعرف الحلفان يعني زبط. تمام. هلا في هو حلف ان هداك حلف انه ما بياخذ المصاري، هذا حلف وهذا حلف. ايه فهمت عليك، بس ركزي معي شوي. رفيقه حلف انه ما بياخذ المصاري، هو عمليا ما اخذ المصاري. رفيقه ما بيحنث بيمينه، هو حلف لا يعطي مصاري وما عطى لانه هداك ما رضي ياخذ. هلا اخوك بيكفر عن يمينه بطعم 10 مساكين، ولو جاب له غرض بس بيكفر عن يمينه بطعم 10 مساكين. ناخذ اتصال. الو 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 مرحبا. اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ مجدي سالك سؤالي بس ممكن تجاوبني بعد ما تفكر؟ طيب تفضلي. شيخنا هلا انا قلبي كل وقت وقته، وكل ما بدي مثلا بدي اتوضا، بس بدي اتوضا مثلا كمان قلبي بنفس ما باخذ هوا. نعم سامعني؟ سامعك. كل ما بتتوضي شو بيصير؟ ايه باخذ هوا انه بنفس. طيب السؤال الثاني. ما بصرف غازات. طيب السؤال الثاني. ألو ألو عم بسمعك. ايه انه باخذ غازات مثلا وانا عم صلي مثلا باخذ غازات كمان كثير هيك بتصير معي. طيب السؤال الثاني مشان جاوبك عليه. ايه السؤال الثاني انه انا محجبة وجوزي بده يخليني اطلع بلا حجاب، وانا ما بانه بعصير شيء، شو ما بعمل شو ما هذا انه كله انه بشوري هو. إنه شيخ إنه هاد الشيء حلام ولا ما له حلام؟ إنه بس بدي أعرف أنا إنه بشمل اسم الحجاب. طيب ولا إنه ما إنه ما بس ما بطلع بالبيت بدون شغل وما بساوي شيء إلا باخذ رأيه فيه، وكل إنه هو إنه بيقول لي هيك هيك. طيب هلا سألتي سؤالين، يعني أنت معك استطلاق بطن، كل ما بتتوضي بتصلي بضل عملية استطلاق البطن شغالة معك. هذا انت صار لك حكم المعذوره، هذا بنسميه احكام المعذورين. هدول شو بيساووا؟ بدك تتوضي كل وقت بوقته، يعني اذن الظهر بتقومي بتتوضي، اذن العصر بتقومي بتتوضي، اذن المغرب بتقومي بتتوضي. هلا لو انت عم تتوضي صار استطلاق بطن وانت صلاتك صحيحه ووضوءك صحيح، ليش؟ لانه لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ليس على المريض حرج. هلا هي احكام الاصحاء بتختلف عن احكام المرضى، فهذا اسمه معذور، يعني معه عذر شرعي ما في له حل للقصه. فمنقول له توضى ولو صار معك استطلاق بطن انت عم تتوضى، لو صار معك استطلاق بطن انت عم تصلي، وضوءك صحيح وصلاتك صحيحه، لكن بس يأذن الوقت الثاني بدك تتوضى وللوقت الثاني وضوء جديد وللصلاه الجديده. هذا سؤالك الاول. هلا انت زوجك اخذك محجبه، فاذا هو رضي بشرطك، ما بصير انه يامرك بخلع الحجاب وانت ما بتسمعي له. مثل اذا واحد اخذ وحده ما لها محجبه وبعدين بده يفرض عليها الحجاب، ما بصير يفرض عليها الحجاب، هي بتتحجب من قناعاتها او ما بتحجب هي، لانه هو اخذها على هالواقع رضي بشرطها، ما بصير يفرض عليها بعدين بالقناعه بالحب بالنقاش كله بصير. اما فرض لا، هو أخذك على الحالة فبتبقي على حجابك. ناخذ اتصال. ألو 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 أهلا وسهلا. مرحبا شيخ. يا ميت أهلا وسهلا ومرحبا شيخ. يعني تنوس التلفزيون تسمعنا من السماعة بالطول الثاني وما بترد. شو حكمانية؟
الله يهديها ويصلحها. يعني هلأ مفروض اللي بده يسود بين الزوجين هي علاقة الاحترام، علاقة الحب، العلاقة الأدب. يعني بس نخرج عن قواعد الاحترام العلاقة الزوجية ستفسد أبدا، هي قاعدة ما بتتخلف. اللي بيربط بين الزوجين هو الاحترام، لا يعود الزوج نفسه على قلة الاحترام، لا تعود الزوجة نفسها على قلة الاحترام، بصير مشاكل، بصير خناقة، بصير، لكن دائما الخطاب بيكون فيه أدب، الألفاظ بيكون فيه أدب، هذا بيعمل رابطة. الحالة الثانية بتعمل نفور، وهذا النفور بيولد بعدين بعد، وهذا البعد بيولد يبدو يتزوج عليها، يبدو يطلقها، يبدو لا. وكل الأحوال نحن منقول أنه لازم الإنسان يلتزم بالقواعد الشرعية والأدبية، الله يصلحها وهي تأثم. يعني إذا هي عم تعمل هيك وتطول لسانها على زوجها وبتسبه تأثم وما بيجوز. كمان الزوج يطول لسانه على زوجته ويسبها كمان ما بيجوز، يأثم. نقول هذه الحالة للرجل ونقولها للمرأة. بس كنا من زمان نسمع أنه الرجال هو بيعمل هيك، هلأ المرأة هي عم تعمل هيك، لا ما بيصير، لا الحالة تكون من الرجل لا تكون من المرأة. ناخذ اتصال. ألو 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 ألو، أهلا وسهلا. ألو ألو، أهلا وسهلا، تفضل. كيفك شيخي؟ يا ميت أهلا وسهلا ومرحبا شيخي. عندي سؤال بس حول نبر. تفضل. شيخي أنا عندي طفل مرض غوية، ونفذت عليها نذر. نعم. وهلا ما في استطاعتي أوفي نذره. أنا ما عم بتضح معي السؤال كتير، يعني تنوص التلفزيون وتسمعنا من السماعة، وإلا بدنا نضطر نحطها على الشارع. هي إنه المتصل نرجو منه انه دائما يعني يخلي سماعه من السماعة وينوس التلفزيون حتى ما يصير في صدى. عد لي سؤالك اذا بتريد. شيخي ابني مرض. نعم. الله يشفيه. مرض غوية، ونذرت عليه نذر، وهلا ما استطعت اوفي نذره. يعني الان لا تستطيع ان توفي هذا النذر، مو هيك؟ اي شيخي. عجزت عن وفاء النذر. ايوه. هلا بتستنى لحتى يصير معك، ما صار معك عند الشافعيه كفاره يمين اطعام 10 مساكين. بناخذ اتصال. الو الو الو، اهلا وسهلا. ممكن احكي مع حضره الشيخ؟ انا معك، تفضلي. شيخي لو سمحت بدي اسالك سؤال بس. هلا انا بابا كان لما كان جدي عايش كان دافع لبابا قرض للبنك على البيت اللي هن فيه. هلا هو القرض اخده لعمي، فبابا سدده كرمال ما ينحبس عمي، دفع مبلغ 1,000,000 ليرة بالثمانينات، فجدي كتب له البيت باسمه. نعم. هلا بعد ما توفى جدي، يعني بعد ما مضي على القصة شي 15 سنة، عمي عم بيطالب بحصته بالبيت. فما بعرف شو الحكم الشرعي بالموضوع. هلا في بابا سأل مشايخ، يعني انه سأل شيخين عم بيقولوا له انه انت دافع قيمة البيت، اذا بدنا نشوفها على الذهب يعني، فانت دافع حقه للبيت، فهذا ما عاد ميراث كونه مكتوب باسمك. فشو حكمك الشرعي شيخي بالموضوع؟ هلا هو الجد كتب لوالدك البيت باسمه، صح؟ تماما. وكانت هالكتابة مقابل انه هو ابوك سدد القرض اللي على عمك للبنك. تمام. فاذا هلا عمك ما بيطلع له شيء عند ابوك ابدا، يعني وملك جدك البيت لعم لوالدك على قيد الحياة. ايه هذا هو كونك ملكه على قيد الحياة، ما بأحد يطلع له شيء. لكن لو احب والدك هلا كرم اخلاق منه يعطيهم، الله يجزي الخير وهذا فضل منه، ما حب هي له. اي حكم شرعي؟ هلا هنا ناكرين هذا الموضوع، مع انه هو هذا الموضوع كتار بيشهدوا عليه، بس هنا ناكرينه، يعني بعد ما مات جدي نكروا.
عم بيقولوا انه هو لا ما اعطاك اياهم بداله، انه هو كتب لك البيت لتسدد القرض وترجع تتنازل عنه. هلا هذا الحكم انا قلت لك يا صار واضح عندك انه هو صار من حق والدك هذا البيت وما حدا له حق من اخوته، اذا كان الشرح اللي انت شرحتيه هيك بالضبط. بناخذ اتصال. الو 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 اهلا وسهلا. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا انا بدي اسالك، من فتره جوزي حلف علي يمين صلاه. طيب ايه انه ما يفوت على بيت اهلي، انه انا بطلع اذا هو بيفوت على بيت اهلي. شو اللفظ اللي قاله؟ شو اللفظ؟ قال علي الحرام انه انا ما عاد فوت على بيت اهلي. طيب ايه وهو فات. هو لما قال علي الحرام قصده الطلاق ولا ما قصده الطلاق؟ هو كان ضايز ما كان يعني انه هو لا لا انا سالتك يعني سؤال محدد، قصده الطلاق ولا ما قصده الطلاق بلفظ علي الحرام؟ اذا ما قصده الطلاق هي كفاره يمين ما بيقع، قصده الطلاق بيقع. شو بقى شو قصده كان؟ هلا هو كان قصده طلاق يعني ما بده. طيب في طلقات قبل؟ هلا ما في طلقات قبل، بس في وحده ثانيه صارت امبارح. ايه شو قال؟ قال لي انت طالق هيك، بس كان كثير انا كنت مضوشته ومعصب كثير كان يعني. وقال لي انت طالق. يعني انت اللي ضوشتيه؟ ايه انا استفزيته كثير. الله يصلحك. هلا في انت طالق هي وقعت تبع امبارح، وهذيك تبع علي الحرام قصده الطلاق وقعت، صاروا تنتين. هلا بيقول لك راجعتك الى عصمتي وعقدي نكاحي، بترجعي له، بس اذا بيلفظها مره ثالثه ما في رجعة بقى أبدا. انتبهوا لحالكم وألفاظكم، لا بقى الضوجي الله يرضى عليك. أيها السادة المشاهدون المشاهدات، نذهب إلى فاصل ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. أيها السادة المشاهدون المشاهدات، عدنا لاتصالاتكم. مع اتصال. ألو 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 ألو. صباح الأنوار، أهلا وسهلا. تعافي شيخي. الله يعافيك، يا مرحبا. هلا انا علي نذر من مسكين 15 سنه. نعم. ما اديت النذر، هلا شو اعمل؟ وفي هلا هلا وفي، لانه هو برقبتك وفرض. انا نذرت غنمه، يعني بدي اجيب غنمه لوجه الله تعالى، فيني اوزعها ولا اعملها على اسم البيت؟ لا بدك توزعها. بدي اوزعها مو؟ اي نعم. الله يجزيك الخير يا على راسي وعيني يا ميت. هلا اهلا وسهلا. بناخذ اتصال. الو الو. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا انا والدي توفى من سنه. نعم. وستي كانت عايشه. هلا توفت ستي وعم يقسموا الذهب ومثل يعني وبعض وهيك، قالوا انه نحن ما بيطلع لنا، نحن خمس شباب واربع بنات. نعم. هنا عم يقولوا انه نحن ما بيطلع لنا من حصه ست شيء. طيب السؤال انه بيطلع لكم ولا لا؟ هيك السؤال؟ انه بيطلع لنا ولا لا؟ هلا على قانون الاحوال الشخصيه الجديد، القائل بالوصيه الواجبه بيطلع لكم. على أقوال الأئمة كلهم ما بيطلع لكم. هلا إذا القانون الأحوال الشخصية أعطاكم فبتاخذوا. طيب هذا القانون الشخصي إنه إذا أعطانا نحن بناخذها حرام ولا لا؟ هو قانون شرعي، هو قانون شرعي، يعني هو قانون شرعي وليس مدني. لذلك إن شاء الله إذا أعطاكم القاضي يعني بنقول إنه الأمر جائز إن شاء الله. بشرعي وقلنا بقى بيطلع لكم، حبينا نتأكد أكثر. على رأسي، أهلا وسهلا. ناخذ اتصال. ألو ألو. صباح الخير دكتور. صباح الأنوار، أهلا وسهلا. يعطيك العافية.
الله يعافيك. الله يخليك. بيسألك سؤال صغير بعد إذنك. تفضل. عم تناقش أنا والدتي حوالين زواجنا إنه تبين قدام أولاد ابن أختها ابن أخوها. مين بده يبين قدام مين؟ هلا والدتي عم بتقولي إنه ما بيجوز تبين قدام أولاد ابن ابن أختها. أولاد ابن أختها يعني هي هي خالتهم. أولاد الأولاد. إيه بتبين عليهم بلاد. بتبين عليهم ما في إشكال. أيوة. أيوة أولاد ابن الأخ كمان بصير نفس يبين الشيء. عليهم طبعًا طبعًا طبعًا. الولد الولد بياخد حكم أبوه. الولد بياخد حكم أخوه. هلا هي أخوها بيبين عليها، ابن أخوها بيبين عليها، ابن ابن أخوها بيبين عليها. يعني الولد بياخد حكم آبائه. في سؤال غيره؟ ناخذ اتصال. الو. الو. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله جمعة مباركة. الله يبارك فيك. هلا شيخ، نحن عنا ساكنين ضاحية السيارة. نعم. عن جامع الفيصل. طيب. في عنا المؤذن، المؤذن صوته كتير كتير يعني سيء. نعم. يعني بالأذان ما ما بيعطي نهائيا لا الروحانية ولا إن شاء الله يعالج الموضوع. نحن دائما بنقول للمؤذنين اللي بيعرف صوته مو جميل بيحط كاسيت، يعني ما عاد صفي كاسيت، هلا صفي سي دي، بيحط فلاشة، بيحط أي شيء بحيث إنه يحط تسجيل لقارئ لصاحب صوت جميل وهو بيأذن على الباب مشان يحصل السنة يعني. أما الناس ما بصير تسمع صوت مزعج، وإن شاء الله الموضوع يعالج. ناخذ اتصال. الو. الو مرحبا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. ممكن أحكي مع الشيخ؟ أنا معك تفضلي. أنا معك تفضلي. إذا بتريد بدي أسألك سؤال. أنا أختي زوجها رافع عليها دعوة طلاق من 12 سنة، بس المحكمين حكموا لصالحها وهو ما بده يدفع مصاري، فالموضوع ضل متوقف بالمحكمة. طلع قرار بدائي إن القاضي الشرعي، بس هو القاضي قال له حليف يمين عليها قدامنا، ما رضي يحليف هو الزوج. بس السؤال هلا بعد 12 سنة كيفية الرجعة إذا بدهم يرجعوا لبعضهم شلون؟ هلا إذا ما صار تفريق من القاضي هن ما لهم مطلقين، بيرجعوا فورا. محكمة بدائية ما طلع قرار مكتسب درجة قطعية. إيه إذا طلع تفريق هلا بيرجعوا بيعملوا عقد جديد وشهود جدد ومهر جديد وبيرجعوا لبعض. يعني هو ما تثبت بالمحكمة الطلاق، يعني لساته بالنفوذ لساته على خانته. إيه بس فرق لسه القاضي، أما القرار بده يطلع. تمام. بده تجديد عقد. عقد بالمحكمة مرة ثانية يعني؟ لا مو بالمحكمة، عقد شيخ. هلا بالمحكمة مزوجين هن، لسه ما طلع القرار. هلا بدهم يجددوا العقد ويوقفوا القرار ما يطلع. إذا طلع القرار صار بده تجديد بالمحكمة. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، نذهب إلى فاصل ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، عدنا لاتصالاتكم. مع اتصال. ألو. 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 ألو أهلا وسهلا. مرحبا شيخنا. يا ميت هلا. الله يعطيك العافية. الله يعافيكم. شيخنا الوالدة كانت نادرة ندر مشان أخي، وتوفت الوالدة وأخي توفى وما وفت الندر، إحنا بدنا نوفي ليا. إيه طبعا كنت وفوا ليا لأنه هذا برقبتها، هي من الديون، هذا بنعتبره من الديون. أيوة. خرجوا لها اياه من التركه. لا ما مشكله، احنا بنوفي لها يعني ما عندها تركه هي، بس يعني لازم نوفي لها. اي طبعا لانه دين برقبتها لازم توفوا لها. طيب شكرا كثير لك. على راسي. اهلا وسهلا. ناخذ اتصال. الو. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ أنا عندي ثلاث بنات بدي أسألك عليهم. الله يحميهم تفضل. الله يسلمك يا رب. شيخ أنا عملت لهم هذيك الماء، هني يعني تأخروا بالزواج شوية، عرفت كيف شيخ؟ نعم. عملت استخارة عند
عملت لها استقالة لوحدي منهم قال مربوطة عن الزواج وما حدا بيقرب صوبة. طيب بقى شو الحل يعني؟ شو يقرأ وشو يعمله؟ أنا برأيي لا في ربط ولا في شيء، يعني هذا الحكي لا تروحوا لعند حدا ولا تجوا. الحل هو أنه الإنسان بيصلي قضاء الحاجة، هو له حاجة عند رب العالمين، هي لا حاجة تتزوج، بتصلي قضاء الحاجة وبتدعي الله أنه الله يبعث له ابن الحلال، وأنت بتصلي قضاء الحاجة بتدعي لهم الله يبعث لهم أولادين الحلال. هن بيمسكوا الاستغفار دائما، ورد الاستغفار، بيمسكوا الدعاء ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، تنحل كل المشاكل. لا تروحوا لعند حدا ولا حدا يعملكم استخارات، الاستخارة صاحب العلاقة هو اللي بيعملها وهو المطلوب منه يساويها. هدول ناس أكثرهم مشعوذين، بنتك مربوطة، شوي تاني بيقلك بدك خروف، شوي تاني بيقلك مدري إيش، شوي تاني بيقلك بدنا نشتري، بدنا نفك الربط، وعملية ابتزاز وقصص طويلة عريضة ما أن فيها. فلا حدا يروح لعند حدا، واكتفوا بأوراد السنة واعملوا اللي قلت لكم عليه، صلاة قضاء الحاجة، الاستغفار، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، إن شاء الله الله يكيب يجمع لك ياهن مع من تحبين من أولادين الحلال الفضلاء اللي سروا قلبك وخاطرك إن شاء الله. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، مع هذا الاتصال الأخير أترككم بعون الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم دائما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.